سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام. تفجير آخر مشاهدينا هز العاصمة بغداد مخلفا عشرات القتلى والجرحى، ويأتي هذا العمل الإرهابي في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة العراقية بأنه لا وجود لتنظيم الدولة اليوم، وقد تم دحره وطرده من الرمادي والموصل وغيرهما، غير أن مصادر أخرى تتحدث عن فلول وخلايا نائمة لهذا التنظيم المثير للجدل. إلى ذلك مشاهدينا، أعلنت مصادر حزبية من تحالف النصر الذي رأسه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي نشوب خلافات سياسية أدت إلى انسحاب عدد كبير من الكيانات الأخرى المشاركة في هذا الائتلاف. وكان العبادي مشاهدينا قد وقع اتفاقا مع هادي العامري لإنشاء تحالف نصر العراق، هكذا وصفه، هكذا سماه، ووصفه بأنه عابر للطائفية والتفرقة والتمييز، داعيا الكيانات السياسية العراقية الأخرى إلى الانضمام لهذا الائتلاف الجديد الذي من شأنه أن يتوجه كما قال للإعمار والأصل والإصلاح والمصالحة المجتمعية. نشاهد أولا التقرير حول هذا التفجير المزدوج ثم نعود. خلف انفجار مزدوج وسط بغداد نحو 31 قتيلا وأكثر من 100 جريحا حسب حصيلة أولية كانت قد نشرتها وزارة الصحة العراقية. وزارة الداخلية كشفت أن الانفجارين استهدفا ساحة الطيران، وهي فضاء تجاري وسط العاصمة العراقية بغداد يعج بالمتسوقين ويتجمع فيه العاطلون أيضا ترقبا للحصول على عمل، وهذا ما يفسر ثقال الحصيلة التي تبقى مؤهلة للارتفاع أكثر. تقارير إعلامية نقلت أن رجلين فجر سترتيهما الناسفتين وسط جمع من المترددين على السوق. تقارير إعلامية نقلت أن رجلين فجر سترتيهما الناسفتين وسط جمع من المترددين على السوق في وقت اطمأن فيه العراقيون بعد إعلان السلطات العراقية تحرير البلاد من قبضة تنظيم الدولة ومخاطره، إذ يعد هذا التفجير الأعنف منذ فترة طويلة والثانية في غضون يومين تشهده العاصمة العراقية. وفسرت السلطات الأمنية العراقية الهجوم على أنه من نشاط الخلايا النائمة التي يعتمد عليها تنظيم الدولة بعد هزيمته في العراق، يستهدف بها المدنيين والأماكن العامة بحثا عن الصدى الإعلامي. ورغم أن قوات الأمن العراقية سارعت إلى تطويق المنطقة وتشديد مراقبتها، إلا أنها لم تتحصل على أي دليل أو معلومات تساعد على اكتشاف أو اختفاء آثار ما سمته الخلايا النائمة في بغداد. وعقب العملية مباشرة عقد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اجتماعا طارئا مع قيادات العمليات والأجهزة الاستخباراتية في بغداد، وجه فيه حسب بيان لمكتبه الإعلامي مجموعة من القرارات والتوصيات قصد البحث عن هذه الخلايا النائمة ومطاردتها للقضاء عليها قبل أن توقع مزيدا من الضحايا. التفجيران وإن لم تعلن أي جهة مسؤولية عنهما لحد الآن على الأقل، فإن أصابع أغلب المتابعين توجه إلى تنظيم الدولة الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة، كما تؤكد معظم التقارير الإعلامية وتحليلات المختصين، إذ أثبتت التجارب حسب هؤلاء أن التنظيمات المسلحة تلجأ إلى استهداف المدنيين والأسواق أو التجمعات باعتبارها أهدافا سهلة تحقق صدى إعلاميا يثبت بأن التنظيم لا زال حيا وقادرا على توجيه ضربات مؤلمة. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام. سيرافقني مجموعة من الضيوف من المحللين لإثراء النقاش حول الملف العراقي اليوم، وفيه شقان، هذا التفجير أولا ثم ننتقل إلى النشاط السياسي قبل إجراء هذه الانتخابات. معنا أولا دكتور عبد الرزاق الشمري، أمين عام تجمع القوى العراقية للإنقاذ. دكتور عبد الرزاق، ضعنا في صورة هذا التفجير أولا. قيل أنه هذا التفجير أتى وباغة الكثير من أعضاء الطبقة السياسية في العراق على أساس أنه هذا التنظيم خلاص انتهى زال، ولكن فوجئوا بهذا التفجير المزدوج القوي الذي خلف ضحايا كثرا في العراق في بغداد تحديدا. بسم الله الرحمن الرحيم، والمشاهدين وضيوفك الكرام أيضا. أخي الكريم، حقيقة أنا أيضا والجميع أيضا مستغرب من تزامن هذا التفجير مع إعلان القوائم الانتخابات، ما يسمى بالانتخابات، التي دعينا ولا زلنا ندعو إلى تأجيلها لأننا نعلم وواثقون بأن الوضع في العراق أو المشهد العراقي الآن لا يسمح بإجراء مثل هذه الانتخابات في هذه الظروف التي يعاني منها الشعب العراقي بشكل عام. أنا حقيقة أنا أسأل، سابقا عندما كان يحدث تفجير دائما توجه أصابع الاتهام إلى الإرهاب، ويبدو أن الإرهاب الذي يصفوه هو موجه إلى شريحة معينة من شرائح الشعب العراقي، بدليل أن وزير خارجية العراق
تحدث في احدى اللقاءات في احدى الدول الاوروبيه ووصف احدى المحافظات السنيه فقال عنها محافظه الارهاب ويعني بذلك محافظه الانبار. فيبدو انه عندما يتحدثون عن الارهاب يعنون بذلك مكوننا السني. انا اقول سابقا كنا او كنتم جميعا تتهمون مثل هذه العمليات الى تنسبوها الى الارهابيين. الان العراق احتفل قبل أكثر من شهر بما يسمى بالانتصار على الإرهاب. إذن من هو إلى من توجه هذه التهمة؟ هذا أولا. السؤال الثاني، لماذا جاء هذا التوقيت، هذا التفجير في هذا الوقت بالذات؟ جاء متزامنا بعد يوم أو يومين من إعلان قوائم الانتخابات. هذا دليل واضح على أن ما دعونا له أو ما دعينا له هو الخطوة الحقيقية التي تصلح لإنقاذ العراق من المأزق الذي يعيش فيه. لأننا قلنا ولا زلنا نقول أن إجراء هذه الانتخابات في وقتها المحدد التي أصبح دستورهم مقدس، دستورهم عندما يخترقوه لأسباب طائفية أو شخصية يستفيدون منها ليست هناك مشكلة. أما عندما تكون هناك مصلحة للشعب العراقي بشكل عام فيقول أن مواعيد الدستور مقدسة ويجب الالتزام بها. القرآن الكريم الصيام الذي هو فريضة أنزله الله سبحانه وتعالى أباح للمضطر الإفطار فيه للمريض وللمسافر رغم أنه عبادة أوجبها الله سبحانه وتعالى. هل أن دستورهم أصبح مقدسا أكثر من عبادة الصيام؟ نعم، يبقى معنا دكتور عبد الرزاق، سأعود إليك بعد لحظات. انضم إلى النقاش الأستاذ علي فضل الله المحلل السياسي والأمني من بغداد. أستاذ علي، ضعنا في صورة هذا التفجير. أولا ضيفي يقول أنه أتى في وقت حرج جدا، في الوقت الذي تقول فيه الحكومة العراقية خلاص انتهى هذا التنظيم الإرهابي، تنظيم الدولة أخرج بل طرد من الرمادي من الموصل وغيرهما، ولكن هو يوجه رسالة مبطنة للحكومة أيضا لأنها لم تستطع حماية المدنيين حماية المواطنين في بغداد، وكانت تردد هذه المقولة والمعادلة بأن معاركنا مع الإرهاب قد انتهت بانتصار. كيف نحلل هذا؟ نعم، شكرا لهذه الاستضافة. شكرا لك سيدي الكريم. عندما أذاع السيد القائد العام للقوات المسلحة السيد العبادي بيان الانتصار أعلن رسميا أنه كان الانتصار عسكريا وأن هنالك تحدي أمني ينتظر العراق، يعني العراق وضح هذا الانتصار كان انتصارا عسكريا وليس أمنيا، وهنالك فرق كبير بين الانتصار العسكري والانتصار الأمني. العراق ينتظر تحدي أمني كبير، هنالك خلافات سياسية بين الفرقاء السياسيين، هنالك أجندات عربية وإقليمية ودولية تريد أن تضعف العراق. هذه العوامل كلها للأسف لا زالت مجتمعة على إضعاف العراق، وللأسف الأكبر أنه لازلنا نعاني من عدم اكتمال المنظومة الأمنية وخصوصا الموضوع التكنولوجي. لذلك اختراق هذا اليوم جاء أعتقد نتيجة تضافر كل هذه الظروف السلبية، وبالتالي جاءت هذه الضربة الموجعة للعراق. الحكومة العراقية حقيقة تعتبر من الحكومات الآن الرائعة في المنطقة سواء على المستوى الديمقراطي واحترام حرية الفرد والمواطن من خلال النظام السياسي الذي يتيح للمواطن باختيار الحكومة. ثانيا هذه الحكومة استطاعت أن تقهر أكبر تنظيم في العالم على مر العصور تنظيم داعش، وهذا الموضوع يحسب للعراق وليس حالة سلبية على العراق. نعم هنالك من يريد للأسف من الدول العربية والإقليمية أن يبقى العراق ضعيفا، وهو يعمل بين الحين والآخر على دعم الجهود السلبية باتجاه إضعاف العراق، وهنالك من الساسة العراقيين من يساعد هذه الأجندات فعلا بتحقيق هذا المطلب. ولكن الحكومة العراقية الآن تتفوق على كل حكومات المنطقة من حيث البناء الديمقراطي وكذلك من حيث القوة العسكرية التي استطاعت أن تقهر، ولكن هذا لا يعني أن الحكومة العراقية لم تكن مقصرة في هذا الموضوع، هنالك قصور طيب. ويجب هذا القصور أن يعالج من قبل الحكومة العراقية. هناك من يثير ويطرح مسألة الحلول السلمية الحلول السياسية بدلا من الاعتماد فقط على الحلول الأمنية أو نظرية الكل الأمني، ولذا هم يقولون بأن العبادي أخطأ في إعطاء الفرصة دوما للحلول الأمنية بدلا من الحلول السياسية الدبلوماسية، ربما سيستتب الأمن أكثر فأكثر بدلا من التركيز على المناطق السنية الآهلة بالسنة على أساس هذا كله يندرج في إطار مكافحة الإرهاب. ماذا ترد على هؤلاء الذين يثيرون هذا الطرح؟
سيدي الكريم، هذه للأسف هذه معادلة مغلوطة من قبل الإعلام العربي. المناطق السنية أولا لها حكومات محلية تنتخب من قبل أفراد المحافظة السنية، وكل المحافظات السنية لديها حكومات من شخوصها وأفرادها، يعني لا يوجد شخص شيعي موجود في المحافظة السنية يحكم المحافظة السنية. هذه أول المغالطات. الجانب الآخر، السنة لهم تمثيل داخل البرلمان العراقي كنسبة وتناسب بعدد أفرادهم، هنالك عدد مقاعد للمكون السني داخل السلطة التشريعية، ثم هنالك ممثلون للسلطة التنفيذية من السنة. هذا الموضوع للأسف لا زال الإعلام العربي يدس السم في العسل. الشعب العراقي أو الحكومة العراقية تعتبر من أنضج الحكومات العربية الآن التي تحترم كل المكونات. في الحكومة العراقية المكون السني موجود، المكون الكردي موجود، المكون المسيحي موجود، كل الأقليات ممثلة داخل الحكومة العراقية. أعتقد هذا الموضوع للأسف يراد منه تقليل قيمة العملية الديمقراطية. طيب ابقى معنا أستاذ علي. نعم ابقى معنا أستاذ علي، نأخذ وجهة نظر أخرى فقط وأعود إليك. أخذ وجهة نظر أخرى ثم أعود إليك أستاذ علي. دكتور عبد الرزاق، ما رأيك فيما قاله الأستاذ علي فضل الله من أنه هذه فقط مزايدات من قبل الإعلام على أساس أنه المكون السني مستهدف في العراق؟ الأستاذ علي فضل الله يقول لا، السنة ممثلون في الحكومة وفي البرلمان، والحكومة العراقية من أنضج الحكومات انفتاحا على باقي المكون للمجتمع العراقي. ماذا ترد على الأستاذ علي؟ أخي الكريم، أنا حق لدي حق داخلكنا داخل الضيف ضيفك يركز دائما يقول أن الدول العربية في إضعاف. الآن الكل يعلم أن العراق الدول العربية فتحت على العراق، كانوا يتهمون المملكة العربية السعودية وقطر. الآن قطر تعتبر ما يقصدوها بأنها دولة شقيقة، والعربية السعودية أيضا الآن اتهمت فتحها على العراق. لماذا هذا الإصرار على اتهام الدول العربية بكل ما يعاني منه العراق؟ وغض الطرف عن إيران التي هي السبب الأساسي في كل ما حصل بالعراق، لماذا هذا التجاهل للتدخل الإيراني الذي ليس أصبح ليس تدخلا وإنما هو احتلال إيراني للعراق، بدليل أن أكثر مسؤول إيراني يقول لقد عادت بغداد عاصمة لدولة الفرس. هذا أولا. ثانيا أخي الكريم، ضيفك يقول أنه المكون السني له تمثيل. أنا أقول له نعم له تمثيل، نعم له تمثيل بالنسبة التي فرضتموها على هذا المكون وهي 17 أو 33%. نحن نعم لو كان مكوننا ممثلا في الحكومة فعلا وفق حجمه الحقيقي لما حصل في العراق ما حصل. النتيجة للتهميش والإقصاء الذي تعرض له هذا المكون حصل في العراق ما حصل. ولذلك أنا أقول أن الحل بالنسبة للحالي في العراق يكمن في إعطاء هذا المكون حقوقه التي اقتصبت منه عام 2003 وحتى يومنا هذا. بدليل أخي، على سبيل المثال وزير خارجية دولة العراق التي يقول هي أفضل دولة في الحكومة في المنطقة يصف إحدى المحافظات يقول عنها محافظة الإرهاب. هل هذا هو وصف وهذا وصف للمكون؟ أي محافظة بالضبط أستاذ عبد العزيز؟ أستاذ عبد الرزاق، أي محافظة؟ في الحكومة الاتحادية والحكومة العراقية. أليس هذا هو عيبا أن يتحدث مسؤول أو وزير خارجية يصفها هذا الرجل هذا الضيف يقول هي أفضل حكومة في المنطقة، يتحدث عن مكون وعن محافظة يصفها بالإرهاب؟ أليس ذلك عيبا؟ وأين يتحدث في برلمان أوروبي أمام الدول الأوروبية؟ طيب نعود لك أستاذ علي. أستاذ علي فضل الله، ضيفنا من أربيل يقول أنه فعلا ما قلته صحيح أن هنالك تمثيل لهؤلاء السنة، لكن هذا المكون لا رأي لمن لا يطاع، بمعنى أنه موجودين يمثلون فعلا لكن أصواتهم مقموعة ولا يمثلون السنة عن جد، كما أن هنالك فعلا استفزاز لمناطق السنة. أستاذ علي فقط أنا هنا أسأل وأنقل ما قاله الطرف الآخر، أنه أتى وزير الخارجية وصف إحدى المحافظات بأنها محافظة الإرهاب، وهذا الكلام لا يستقيم مع الانفتاح الذي كنت تحدث عنه أن الحكومة العراقية من أنضج الحكومات وهي منفتحة على المكون الآخر وكذا. سيد علي عربية بأسمائها. نعم سيد الكريم تفضل نسمعك. المشكلة أنه دائما في هكذا شخصيات هي رفيقة الشيطان، وللأسف تريد أن تحتاج على دماء العراقيين. العراق للأسف حالة خاصة أصبح. فلو على سبيل المثال عدنا إلى المملكة السعودية،
أسأل هذا الضيف الذي يتكلم عن الحقوق، هل هنالك تمثيل للمكون الشيعي داخل الحكومة السعودية ولو بنسبة 1%؟ هذا الموضوع مخلوط، وفي كل الدول العربية التي موجود فيها أكثر من مكون. الحكومة العراقية الآن اختلفت اختلاف كامل، هي حالة خاصة عن كل المنطقة. نعم هنالك بعض المشاكل، هنالك بعض الأخطاء، ولكن أن يكون هنالك إلغاء لمكون وهذا ادعاء وليس حقيقة. أنا أتحدى هذا الشخص أن يتحدث بالأرقام. محافظة الأنبار بنسبة مقاعدها هنالك ممثلين لها داخل البرلمان العراقي، هنالك ممثلون لها داخل الحكومة التنفيذية، هنالك ممثلون لها داخل السلطة القضائية، وفي كل الهيئات المستقلة حتى المؤسسات الأمنية هنالك تمثيل لكل المكونات. هذا الموضوع أنا برأيي حقيقة أصبح حالة ضعف على العراق، وهي حتى للأسف كان المفروض أن تقدر من قبل العراقيين والعرب، ولكن لحد هذه اللحظة لا زال بعض العراقيين ليسوا عراقيين بالأصل يريدون أن يدسون السم بالعسل، وهذه الأعمال الإجرامية جراء هذا الشخص وغيره، دعاة الشر، رفقاء الشيطان. ولو كان هذا حقيقة لا قال مقالة يرضى عنه الله، فكل كلام قاله سوف يحاسب عليه أمام الله. الدعاء الذي ادعاه في داخل الحكومة العراقية أن هنالك تهميش للمكون السني، هذا الموضوع مغلوط جملة وتفصيلا. طيب خلي يعطيني أرقام بأن هنالك تمثيل كان من المفروض السنة يكون على سبيل المثال 30% والآن الموجود هو 10%. ما نسبة السنة في العراق لديهم ممثلون بنفس النسبة داخل الحكومة العراقية؟ أما هذه الأصوات النشاز فأعتقد تريد دائما أن تخلط الأوراق وتريد أن تظهر للعالم على أن العراق لا زال حكومة طائفية، وهذا الموضوع مغلوط جملة وتفصيلا. طيب نأتي الآن إلى شق الانتخابات أستاذ علي. الإعلامي هناك من الإعلاميين من تحدثوا عن الانقسام والتشتت الذي يشهده حزب الدعوة الآن، حتى العبادي اتجه إلى ائتلاف جديد ويجمع كيانات جديدة ممثلين جدد. ما الذي حدث بالضبط في حزب الدعوة؟ طبعا بالمناسبة هي حالة صحية، كل الأحزاب كل التحالفات العراقية، يعني فلو عدنا المكون الشيعي التحالف الوطني هنالك حالة من الانقسام، وهذا الموضوع حقيقة أرغمه عليه واقع الحال وتغير فكر الشارع العراقي. نفس الحالة المكون السني هنالك انقسام كبير داخل المعسكر السني، فهنالك من يمثل السعودية للأسف وهناك من يمثل قطر وتركيا، هنالك انقسام حتى داخل المكون الكردي. وهذا الموضوع أصبح يعني حالة طبيعية داخل المكونات العراقية. ولكن تسألني هل هنالك إمكانية للمكون الشيعي أن يؤثر داخل الجغرافيا السنية؟ أنا أعتقد الموضوع لحد الآن لا يستطيع، وحتى المكون السني لا يستطيع أن يؤثر على الجغرافيا الشيعية أو الجغرافيا الكردية. للأسف الساسة العراقيين بمجموعهم لم ينجحوا ببناء حكومة بعيدة عن المسميات الطائفية، لا زالت لحد الآن هنالك شخصيات سياسية تعتاش حقيقة على الموضوع المذهبي والموضوع الطائفي والموضوع القومي، وشاكلة هذه الناس الضيف الموجود الآن الذي يتكلم لحد الآن بنفس عرقي وطائفي وليس بنفس وطني. أعتقد هنالك مشاكل كثيرة فعلا بالعراق، ولكن الحالة العامة للعراق، العراق أصبح حالة خاصة نسبة للدول العربية. أيوة معنا أستاذ علي، أستاذ علي ابقى معنا، ابقى معنا سأعود لك أستاذ علي. انضم إلى النقاش مشاهدينا الكرام أستاذ مازن التميمي المحلل السياسي معنا من لندن. أستاذ مازن، هناك حديث يروج الآن في الساحة السياسية في العراق عن قرب إجراء هذه الانتخابات شهر ماي المقبل، ولكن في الطرف الثاني هناك من يقول هذه الانتخابات ليست مناسبة وليست في وقتها، طالما ليس هنالك عدالة اجتماعية، ليس هنالك توافق بين السياسيين، يعني الظروف ليست مناسبة إطلاقا. الانفجار الذي شهدته بغداد ليس علينا ببعيد، العشرات القتلى والجرحى، معنى هذا أن الكلام عن مكافحة الإرهاب، عن التخلص من الإرهابيين ليس صحيحا. ماذا نعلق على هذا أستاذ مازن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوفك الكرام. هو بالتأكيد التفجيرات هي ليس وليدة اليوم، يعني هذه معروفة بالعراق، وخصوصا عندما يكون هناك صراع سياسي أو هناك انتخابات الخط البياني لهذه التفجيرات يبدأ يتصاعد. وأنا أعتقد هذه لو نفكر بس نسأل أنفسنا من المستفيد من هذه التفجيرات؟ المستفيد هي الحكومة والميليشيات، لأن تريد أن تبقي الوضع بالعراق على أنه مهدد وهناك إرهاب
وهذا ايضا ينطي مبرر للحشد والميليشيات ان تقول يجب ان تبقى هذه الميليشيات ويبقى الحشد لكي يوفر الامان، بعكسه راح الارهاب يستفحل، وهذه هي حجه الحكومه باستمرار. اي هناك اكثر من 120 ميليشيا بالعراق وجيش واجهزه امنيه، كيف يحصل مثل هذه التفجيرات؟ اذا وين هذه الميليشيات؟ وين دورها؟ وين دور الاجهزه الامنيه؟ وين الجيش؟ وخصوصا هم دائما يصرحون ان الارهاب لا يزال وهناك خلايا نائمه. انا اعتقد ما يجري بالعراق هو سيستمر سواء حصلت الانتخابات او مددت، لان كل الوجوه الكالحه التي في العمليه السياسيه هي نفسها ستبقى. استاذ مازن، استاذ مازن ضيفنا من بغداد علي فضل الله، استاذ مازن يقول الحكومه العراقيه حققت نصرا عسكريا لكن يبقى النصر الامني ليس بعد، يتطلب وقتا لان هناك خلايا نائمه ولذلك لابد من وقت للقضاء عليها. اما الانتصار العسكري فقد تحقق فعلا على يد الميليشيات والجيش العراقي وما الى ذلك، كيف نعلق على هذا؟ سيد الفاضل، أي انتصار تحقق؟ ليش؟ هو من أدخل داعش إلى الموصل ومن سلم داعش الأسلحة المتطورة والنوعية اللي استوردها العراق لأربع فرق عسكرية، سلمت هذه العدة بالكامل إلى داعش بدون قتال. فبالتالي هذه مهزلة أن يقال هناك انتصار. طيب أين هما قتلى داعش من الخط الأول الخط الثاني؟ أين هما أسرى داعش؟ أين هي هذه الأسلحة والمعدات التي تمت الحكومة تحريرها من داعش؟ هذه عملية ضحك على الذقون. المالكي هو من أدخل داعش لحسابات سياسية، والآن يقولون حررنا البلد من داعش. طيب هل يستحق أهل الموصل والأنبار والفلوجة وديالة بالملايين مهجرة ونازحة وهم يقولون حررنا هذه المناطق من داعش؟ لماذا لا يعادون هؤلاء الناس إلى مدنهم؟ لماذا لم تخصص وتفعل هذه الميزانيات التي خصصت لإعادة أعمار الأنبار والموصل؟ أنا أعتقد هؤلاء الذين في العملية السياسية خارج اهتمامهم العراق، لا يفكرون بالشعب العراقي، كل همهم هو مصالحهم وامتيازاتهم، والآن هم يريدون من هذه الانتخابات أن يعطى لهم مبرر أن يقولون جئنا عن طريق الشرق الديمقراطية وعن طريق. طيب ابقى معنا أستاذ مازن، ابقى معنا أستاذ مازن، سأعود إليك. دكتور عبد الرزاق، بماذا تفسر هذا التمزق هكذا يوصف حزب الدعوة اليوم، وهذه المنافسة الخفية، استوادري ما كانت خفية فعلا هكذا يقول الإعلام، بين المالكي والعبادي؟ أولا أخي الكريم، أتمنى على ضيفك أن يلتزم بأدب الحوار ولا يصل الطرف الآخر، لأنها أصوات النشاز، نحن صوت العراق الذي يمثل العراقيين الحقيقيين الأصلاء، هذا أولا. ثانيا يقول أن المملكة العربية السعودية لا هناك كون شيعي ليس ممثلا فيها. أقول دولة المملكة العربية السعودية والدول العربية والإسلامية كلها دولة مواطنة وليست دولة مكونات. أنتم من جاء إلى العراق دولة المكونات، لم نكن نحن العراقيين نعرف شيء اسمه مكونات. كن كان العلم فقط، أنا أقول لك كانت القائمة التي طلبها الأمريكان من القادة العراقيين هم عددها 55، كان هناك 36 شيعي، لم نكن نعرف شيء اسمه سني وشيعي. نحن كنا نعيش في دولة مواطنة، والمملكة العربية السعودية التي تحدث عنها هي دولة مواطنة، هي وجميع الدول العربية والإسلامية. أما قوله بأن أهل السنة هم ممثلون، نعم هم ممثلون، ولكن وفق النسبة التي أنتم أردتموها وعددتموها. إذا أراد حقيقة، أنا أقول ومن خلال قناتي أقول، إذا أرادت الحكومة العراقية أن تقول بأنهم أهل السنة ممثلون، فعليها أن تلتزم بالنسبة الدراسة التي أعدتها وزارة التخطيط في عام 2005، والتي أثبتت بأن المكون السني نسبته 58% في العراق. لماذا هذه الدراسة أخمدت وهي لا تزال أن تطي الكتمان؟ طيب. الأمر الثالث أخي الكريم، أنت أشرت إلى الأسباب التي دعينا من أجلها لتأجيل الانتخابات. حقيقة هناك سببان رئيسيان يبدو أنك حضرتك لا تعلم بهما. السبب الأول الذي دعينا من أجله لتأجيل الانتخابات هي عودة النازحين. هناك لا يزال أكثر من 3 ملايين نازح، وبعضهم يصل إلى 4 ملايين نازح، لا يزال لا يسمح لهم بالعودة. لماذا لا يسمح لهؤلاء؟ يرفع الصخر، حررت عام نهاية عام 2014 ولحد الآن لا يسمح لأبنائها بالعودة. وهكذا هناك عدد كبير من المحافظات السعودية
الوطنية. الأمر الثالث الذي نخشاه من هذه الانتخابات أن هذه تأجيل الانتخابات من أجل إضعاف صفوة الميليشيات، لأن هذه الانتخابات إذا تمت بهذا الموعد المقدس لديهم فسينتج عن هذه الانتخابات أمراء حرب في البرلمان بما يسمى بالبرلمان العراقي. طيب واضح أستاذ عبد الرزاق، يبقى معنا يا دكتور عبد الرزاق. علي فضل الله من جديد أعود إليك، أليس الوقت مناسبا للعبادي وغيره من أجل الدعوة إلى مصالحة شاملة بين جميع الأطراف العراقية ولم لا حتى يعبد الطريق نحو هذه الانتخابات بدلا من الحديث عنها دون ما هنالك ظروف مناسبة مثل ما يذكر ضيفاي من لندن وكذلك من أربيل عن أن هذه الانتخابات المزمع إجراؤها في ماي ليست مناسبة، والوقت من الأفضل أن تؤجل لأن الظروف ليست مناسبة إطلاقا. هؤلاء النازحون لم يعودوا بعد، الجانب الأمني ليس مستتبا، بالإضافة إلى حاجة هؤلاء إلى المساعدات وما إلى ذلك. كيف نعلق على هذا أستاذ علي؟ أولا هذا المتحدث بعيد كل البعد عن العراق، ساكن مع مسعود من هو رفيق إسرائيل، وهو بعيد كل البعد عن أهل السنة، وهو يدعي بالانتماء. فلنبتعد عن الخصخصة أستاذ علي. بينما المكون الشيعي هو من ساعد هذه المحافظات. أولا هل تعلم سيدي الكريم أن موازنة العراق 80% منها يأتي من محافظة البصرة الجنوبية الشيعية ويذهب إلى كل محافظات العراق ومن ضمنها المحافظات السنية وحتى المحافظات الكردية؟ هل تعلم يا سيدي الكريم أن حرب داعش التي خاضها العراق أكثر الضحايا والشهداء من المكون الشيعي من أجل حفظ أرض وأعراض إخواننا السنة وعودتهم إلى ديارهم؟ أما موضوع تأجيل الانتخابات، فالعراق منذ عام 2003 ولحد الآن يعاني تحديات أمنية كثيرة وكبيرة. لو كان هؤلاء الساسة وهؤلاء الذين يدعون حبهم للسنة وللوطن كان الأولى أن يعيشون المأساة مع النازحين ولا يسرقوا أموالهم ويتاجروا حقيقة بأموالهم التي صرفتها لها الحكومة العراقية. أعتقد هذا الشخص وكل الأشخاص الذين ينادون بتأجيل الانتخابات هم بعيدون كل البعد عن الجانب الإنساني ولا يهتمون حقيقة بالمكون السني، وإن كانوا ينتمون إليه من حيث الشكل ولكن من حيث المضمون لم يعايشوه ولم يزوروه ولم يسكنوا معه المعاناة، وبالتالي هم بعيدين كل البعد عن هذا الموضوع. شكرا استاذ علي. واضح استاذ علي، شكرا جزيلا لك استاذ علي فضل الله المحلل السياسي والامني، كنت معنا من بغداد عبر الهاتف. اعود لك استاذ مازن، اكيد انك استمعت لضيفنا من بغداد يقول انه هذه مبالغه من انه المكون السني يعاني من التمييز والطائفيه والعنصريه، العكس تماما يقول انه الجيش العراقي بذل الغالي والنفيس وفقد كثيرا من شهداء العراق اللي هم من الشيعه حتى يعود أهل السنة اللي هم مضطهدون يقول وهم نازحون في شتى الأرض في شتات العراق ليعودوا إلى قراهم وبلداتهم، فهذا دليله كما يقول أنه نحن نعامل أهل السنة معاملة حسنة ليس فقط في الموصل بل في المدن السنية الأخرى أيضا. أخي العزيز، هو كل الشعب العراقي مظلوم من قبل هؤلاء الذين بالعملية السياسية سواء كانوا شيعة السلطة أو سنة السلطة. نعم. كلاهما ينهب وكلاهما مرتمي بالحضن الأجنبي وكلاهما فاسد، وهذه باعتراف كل حتى هم بالعملية السياسية يعترفون أنه العملية وهؤلاء البرلمانيون والبالحكومة فاسدون، ويقول رئيس الحكومة سنعالج ونحارب الفساد ويتحالف هو الآن في قائمة مع الفاسدين. فلذلك لا يجوز الكلام بأنه هناك فئة مستهدفة وهناك فئة غير مستهدفة، كل الشعب العراقي مستهدف. انظر إلى أهلنا في الجنوب وفي الوسط وفي الفرات الأوسط، كلهم يعيشون حالة من المأساة، الفقر، عدم الخدمات، ويتبجحون هؤلاء ويقولون نحن نمثل الشيعة ونحن نمثل السنة. كلاهما لا يمثلون لا الشيعة ولا السنة، كلاهما عبيد الأجنبي. إذا كان ما يسمى بالبرلمان اللي يقول أنا أمثل المكون السني يأخذ أوامره من قاسم سليمان، حاله حال من يدعي أنه يمثل الشيعة، إذا كان العبادي أو الجعفري أو المالكي أو الحكيم كلاهما مسلوبي الإرادة ويحكمهم قاسم سليماني. ولذلك عار عليهم أن يقولون أننا نمثل الشعب العراقي وقدمنا من الضحايا نعم نسبة كبيرة من الناس قتلت في هذه الحرب، ولكن من الذي قتل؟ الفقراء والمساكين دفعت حياتهم
مقابل امتيازات هؤلاء الذين يتمتعون بالامتيازات. من هم سوق ابنه أو عائلته أو عشيرته للقتال؟ هؤلاء يتاجرون بدم العراقيين، وبالتالي لذلك ما جرى في العراق ويجري هو امتداد هذه الانتخابات، ستكون تتويجا للانتخابات السابقة التي مورث فيها التزويج. طيب ماذا عن مكون السنة الآن أستاذ مازن؟ هل سيبقون هكذا متفرجين على المشهد السياسي، أم أنه حان الوقت لهم أيضا بأن يتكتلوا، بأن يندمجوا، بأن يتشاورون حول هذه المسألة، المسألة السياسية؟ لا يمكن أن يهمشوا أنفسهم في هذه المعركة السياسية الآن. سيد الفاضل، لا يمكن أن يستطيع أحد مع هذه الحيتان الكبيرة، سواء من حيث المال ومن حيث القوة والسلطة والدعم الأجنبي، كيف يعني يستقيم شخص يجي يريد يطرح نفسه للانتخابات وما عنده لا ميليشيا تحميه ولا عنده مال ولا عنده سند؟ فبالتالي ويعرف هو مسبقا أنه هؤلاء سيزورون الانتخابات، إذا أنت اختاريت في الورقة محمد سيخرج، سيطلع اسم حسين ويطلع اسم فلان واسم غير. هذه حقيقة، ولذلك الانتخابات غير حرة وغير نزيهة، لأن يعني فوضية الانتخابات هي غير نزيهة، تنحاز لجهة على حساب جهة، وبالتالي إسقاط هذه العملية السياسية يتم من خلال مقاطعة هذه الانتخابات على فكرة أبيها وعصيان مدني عندها، حتى لا تتحجج الحكومة بأننا جئنا من خلال الانتخابات. لكن عندما تقاطع هذه الانتخابات سيكون المجتمع الدولي مجبر أن يكون له موقف. طيب ما رأيك أستاذ مازن، ما رأيك فيما يقول العبادي اليوم أنه لابد من الانضمام لهذا الائتلاف الجديد، لأن المرحلة المقبلة ستكون موجهة مباشرة إلى الانفتاح على التنمية على الإعمار، وطالما نحن الآن تخلصنا من هذا الشبح، شبح داعش تنظيم الدولة، فالآن الجهود كلها ستتجه نحو التنمية وإعادة بناء العراق. أولا هذه دغدغة، يعني شعارات الاستهلاك المحلي لدغدغة عواطف الشارع لكي يتم انتخابه مجددا ومن معه. أليس هو العبادي جزء من المنظومة الفاسدة من 15 سنة ولغاية الآن؟ وبالتالي شنو اللي منع الآن أن يقدم الفاسدين للقضاء؟ شنو اللي منع أن يحاسب من هم في حزب الدعوة الذين هم ارتكبوا هذه الجرائم؟ 12 سنة البلد يحكم من قبل حزب الدعوة، وقبلها سنة الجعفري أيضا كان من حزب الدعوة، 13 سنة حكموا العراق ولم يقدم أي متهم للقضاء من هؤلاء الذين سرقوا. كثير منهم قيادات في حزب الدعوة الآن خارج العراق ويدعي العبادي أنه سيحاسب. هذا هو مجرد دغدغة عواطف ومورفين للشعب، يريد أن يبايعه الشعب وينتخبه ثانية، وعندها سيقول سنحاسب وسنقاتل وسنحارب. تمام أستاذ مازن، شكرا جزيلا لك أستاذ مازن تميمي، سمح لي لضيق الوقت. أستاذ مازن تميمي المحلل السياسي العراقي كان معنا من لندن عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أعود لك دكتور عبد الرزاق الشمري، ما رأيك فيما يقوله العبادي خاصة في هذه المرحلة أنه أنتخبوا على قائمتنا، انضموا إلى ائتلافنا، ائتلاف النصر، لأن المرحلة المقبلة ستكون متجهة للإعمار، ستكون نحو لم شمل العراقيين سنة وشيعة؟ دكتور عبد الرزاق الكريم، حقيقة أنا أثني على ما تفضل به ضيفك الكريم من قوله بأن فعلا أن جميع العراقيين هم الآن متضررون من هذه الحكومة. نعم، منذ عام 2003 جميع حكومات العراق، منذ عام 2003 وحتى. أما قول ضيفك السابق بأن البصرة الشيعية، فأقول له متى كانت البصرة الشيعية؟ وأنا لا أريد أن أتحدث بهذه اللغة. البصرة إلى سقوط بغداد، إلى احتلال العراق، كان أكثر من 40% من أهل البصرة من أهل السنة. لماذا تصف البصرة بالشيعية؟ هل تريد أن تغتصبها من أهل السنة؟ هل أن الزبير التي تعدادها مليون أليس كلهم سنة؟ لماذا هذا السلب حكم أهل السنة؟ وأما قوله بأننا نتاجر بأموال النازحين، فأقول له الحمد لله أنا لن أستلم مسؤولية، بل أني حرمت حتى من أبسط حقوقي، حتى من وظيفة حقي في الوظيفة في الجامعة. أعود إلى حقيقة إلى سؤالك الكريم، بالنسبة لدعوة السيد العبادي، السيد العبادي حقيقة أنا منذ استلامه رئاسة الوزراء قلت أن السيد العبادي رجل حقيقة مهني وجاد في خدمة العراق، لكن الرجل بإرادة، بدليل أن السيد العبادي قبل شهرين صرح بأن الميليشيا سوف لن تشارك في الانتخابات. يوم أمس وإذا السيد العبادي يتحالف مع الميليشيات في نفس التحالف الذي يقود العبادي، الميليشيات قيادة العامل حالت مع
نحوه، أليس هذا هو دليل واضح على أن السيد العبادي يريد فعلا العمل الخير العراق، لكنه حقيقة أن الأمور تجري بما لا تشتهي السفن. طيب ماذا عن النازحين؟ ربما المشاهد يتساءل معي عن النازحين الذين نزحوا من المناطق السنية كالفلوجة مثلا ووصلوا الآن إلى شمال العراق في كردستان وأربيل وغير والسليمانية، ما مصير هؤلاء؟ هو أخي احنا قلنا من أحد الأسباب التي دعونا إلى تأجيل انتخابات أن هؤلاء النازحين الذين تجاوز عددهم 3 ملايين نسمة كيف يمكنهم الانتخاب لإجراء الانتخابات وهم في هذه الظروف؟ الآن ليس لهم شيء ما يحميهم من البرد، ليس لديه ما يكفيه ما يسد رمقه، ليس لديه ما يسد حاجاته الأساسية، كيف وفروا له الأجواء المناسبة، اسمحوا له على الأقل اسمحوا له بالعودة إلى ديارهم ثم بعد ذلك أجلوا الانتخابات. أخي الآن هم يريدون فعلا مصرون على إجراء الانتخابات لكي يستغلوا ظروف النازحين، لكي يستغلوا حاجة النازحين، لكي يستطيعوا أن يسلبوا أصوات النازحين عن طريق الترغيب والترهيب. طيب الآن نأتي قبل أن نختم أستاذ عبد الرزاق، الآن دكتور عبد الرزاق الكلمة أيضا لأهل السنة للمكون السني، ماذا هم فاعلون أمام هذه الخطط من قبل الحكومة الآن من أجل استقطابهم؟ ترى هل سيكون لهم مشروع سياسي معين قبل هذه الانتخابات؟ هل سيقاطعونها؟ هل سينضمون إلى تكتلات أخرى؟ أم ماذا هم فاعلون؟ أخي الكريم أنا حقيقة لا أريد أن أزعم وأنسب نفسي بأني أتحدث عن جميع أهل السنة، ولكنني أنا أقول أنا أتحدث باسم الشارع السني الذي لم يشارك في العملية السياسية أو خارج العملية السياسية. أقول أن الشارع السني الخارج العملية السياسية هو الآن يرفض إجراء الانتخابات بهذا الموعد، وإذا تمت الانتخابات بهذا الموعد فإن الانتخابات سوف تعود بنفس الوجوه وبنفس السياسيين الذين هم سبب كل ما حصل لأهل السنة. وأنا قلتها منذ الأيام من تشكيل مجلس الحكم أن مشاركة أهل السنة في هذه العملية السياسية بهذه النسبة سوف تؤدي بإقصاء أهل السنة وتهميشهم، لأنهم شاركوا وهم أقلية فلا يمكنهم اتخاذ أي قرار ولا يمكنهم رفض أي قرار، لأن القرارات كما يعلم الجميع أنها تتم بالتصويت، ودائما الأغلبية الأخرى التي يزعمونهم الأغلبية هم الذين يستطيعون أن يحددوا قرارات البرلمان أو قرارات العراق المصيري. ولكن بهذه الطريقة دكتور عبد الرزاق يقولون بأن المعاناة للمكون السني ستتعمق أكثر فأكثر، والسياسة هي فن الممكن، فلابد من الحوار، لابد من الدبلوماسية، مفاوضات، أن تحصل على شيء أحسن ما لا تحصل على شيء، على أي شيء. يا أخي الكريم نحن منذ أكثر من 6 أشهر نحن طلبنا وخاطبنا المجتمع الدولي وخاطبنا الحكومة العراقية، نقول دعوا اسمعوا منا هذه الكلمة لمرة واحدة منذ أكثر من 15 عام، اسمعوا منا طلب طلبا واحدا، أجلوا الانتخابات لعامين وشكلوا حكومة مؤقتة، دعها تكون برأس العبادي برأس أي شيء يشاءون، فقط لأجل أولا لأجل عودة النازحين إلى مناطقهم، تهيئة الأجواء المناسبة للانتخابات، ومن أجل حقيقة إضعاف صدمة الميليشيات، لأنه إذا تمت الانتخابات والميليشيات لا تزال كما هي فكما قلت سابقا سوف تنتج عن هذه الانتخابات أمراء حرب ما يسمى بالبرلمان العراقي. بمعنى هذه المشاهد التي نراها صباح مساء عبر وسائل إعلامية سواء عراقية أو غيرها من أن هؤلاء النازحين عادوا إلى بلداتهم، عادوا إلى قراهم في الموصل وضواحيها، ليست صحيحة أم ماذا؟ أخي الكريم أنا حتى أكون صادقا معك، هناك نسبة كبيرة عادت، ولكن هناك أيضا لا تزال نسبة عالية جدا لم يعودوا، بل لم يسمح لهم. يا أخي على سبيل المثال جرف الصخر حررت منذ عام 2014 ولحد الآن لم يسمح لأبنائها بالعودة إليها، وهناك عدد من المدن العراقية، عدد من النازحين في المدن العراقية لحد الآن لا يسمح لهم بالعودة، وهناك شريحة كبيرة من أبناء هؤلاء النازحين في مختلف المدن وفي مختلف المحافظات لا تسمح الظروف الأمنية بالعودة إلى منازلهم. دعهم يا أخي، خل العبادي أنا أناشده من خلال قناتكم، دعه يستجيب لنا هذا المطلب، دعه يوفر الأجواء المناسبة، دعه حقيقة ينفتح أمام العراقيين جميعا، دعه يكون عراقيا حتى ولو لمرة واحدة. الرسول عليه الصلاة والسلام بارك الله فيك سيد عبد الرزاق،
شكرا جزيلا لك دكتور عبد الرزاق شمري. سمح لي فقط لضيق الوقت. دكتور عبد الرزاق شمري امين عام تجمع القوى العراقيه للانقاذ كان معنا من اربيل عبر خدمه سكايب. وشكرا موصول لضيفينا الاخرين مازن التميمي المحلل السياسي العراقي كان معنا من لندن، وعلي فضل الله المحلل السياسي والامني كان معنا من بغداد العاصمه العراقيه. شكرا جزيلا لكم سيدنا الكرام على كرم المشاهده والمتابعه. دمتم في رعايه الله وحفظه والى اللقاء.